تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 25 المقامة في مدينة البصرة العراقية، ليكمل منتخبنا الوطني حملة الدفاع عن لقبه الخليجي التاريخي. وخاض منتخبنا الوطني مباراة اليوم أمام الفريق الكويتي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحصل منتخبنا الوطني على 7 نقاط بعد فوزين متتاليين على منتخب الإمارات ومنتخب قطر، والتعادل الإيجابي اليوم أمام منتخب الكويت. وسجل هدف منتخبنا الوحيد في المباراة لاعب المنتخب مهدي حميدان في الدقيقة 26، فيما تمكن لاعب المنتخب الكويتي شبيب الخالدي من تحقيق هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 45، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. ودخل الأحمر البحريني مباراته الحاسمة متسلحا بالحالة الفنية والمعنوية العالية بعد فوزين متتاليين، ظهر خلالهما منتخبنا بصورة جيدة وشبه ثابتة وقدرة على السيطرة وإثبات التفوق، وهو ما أهله لتحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الأوليتين ومواصلة مستوياته الجادة والتأهل إلى نصف النهائي الخليجي بعيون ترقب التتويج بالبطولة. والرأسية والإبعاد للكرة البحرينية في مرمى المنتخب الكويتي في كأس الخليج. الرشيدي، الكرة العرضية ورأسية شبيب، جول المنتخب الكويتي وجول التعب منتخب الكويتي عن طريق شبيب الخالدي في الوقت اللي كنا نتكلم عنه. ومع ايضا صافرة نهاية الشوط الاول بتعادل منتخب، سجل شبيب الخالدي هدف تعادل المنتخب الكويتي وبالتالي هدف لهدف. وضيوفي الكرام، لك الكلمة الحديث عن الشوط الاول.